الله يحفظك. ألف مبروك معاليك، والله والله أحلى عروسة شفتها في حياتي، ولو إن الوزارة خسرت معاليك. بس بيتها وجوزها كسبوها يا أستاذ هاني كمال. طبعا يا أستاذ طبعا، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي. ايه بيتها وجوزها كسبوها دول؟ احنا متفقين ان انا هشتغل، مش معنى ان انا سبت الوزاره ان انا هقعد لك في البيت. يعني انا الراجل وانا اللي اقرر يا شفيقه. يعني ايه يا تيمور انت راجل وانت اللي تقرر؟ يعني زي ما سمعت كده يا شفيقه. لا بس انا كمان عايز اشتغل يا تيمور. ما تشوحيش قدام الناس. تيمور تيمور من فضلك ما تسحبش الكلام. لو قلت لي هتشتغل انا هتجوز. ايوه يا طن جرى ايه متسحي؟ يعني هو غلط في البخاري ولا غلط في المطبخ؟ انا مش عايز اسمع صوت حد.